الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نحمدك اللهم على نعمة الخلق والإيجاد والإمداد والإسعاد. سبحانك، خلقت الليل والنهار لحكمة، وخلقت الشمس والقمر، وجعلته منازل، وعلمتنا عدد السنين والحساب، ونوعت علينا الأيام والأعوام حتى تتقلب الفكر وتظهر العبر. سبحانك، سبغت أياديك ومننك، وسبقت عطاياك ونعمك. جل قدر نعمك أن يحيط بحمدها لسان، وتعالى قدر أياديك أن يحيط بشكرها إنسان. سبحانك سبحانك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فنحمدك اللهم بالمحامد اللائقة بعظمة ربوبيتك وكمال ألوهيتك، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وتاجنا وفخرنا وذخرنا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صاحب الخلق الكريم والقدر العظيم، الذي شرح الله تعالى صدره ورفع قدره وأعلى ذكره ورزقنا محبته وجعلنا أتباعه، فجعلنا خير أمة أخرجت للناس بشرى لنا معشر الإسلام. إن لنا من العناية ركناً غير منهدم، لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فيا عباد الله، هذه هي الجمعة الأخيرة من العام الهجري المنصرم. نختتم عاما ونستقبل عاما، عام مضى طويت صفحاته وانقضت شهوره وأيامه، ومضت إلى الله تعالى أحداثه، ونحن نستودع الله تعالى ما وفقنا إليه في ذلك العام من صالح العمل، ونحن نتوب إلى الله تعالى ونستغفره مما سبق به القدر ومضى في ذلك العام
مما هفى فيه العمل أو زلت فيه القدم. عام مضى وقد أودع في خزائن الحق سبحانه بحيث لا ينفتح ولا تنشر سجلاته ولا يظهر المكنون المودع فيه إلا يوم الحشر الأعظم، يوم يعرض على الناس أعمالهم. عام مضى ثم ها نحن نستقبل عاما جديدا، عام تنعقد الآمال فيه على أن يجعله الله تعالى خيرا من سابقه، وعلى أن ينشر الله تعالى فيه على مصر وعلى الأمة المحمدية وعلى ديار المسلمين في المشارق والمغارب، أن ينشر الله تعالى في ذلك العام منشور الأمان ولواء الاطمئنان. المسلمون في بورما وفي العراق وفي فلسطين وفي أرض الشام وفي مصر المباركة وفي ليبيا وفي مالي وفي نيجيريا وفي السودان وفي مشارق الأرض ومغاربها، شهدوا في العام المنصرم أحداثا جساما وخطوبا عظاما تتزلزل لها القلوب الرواسي، أحداث وثورات، أحداث ومذابح، خطوب هائلة صبت على الأمة المحمدية صبا. انقضى العام بكل ما شهده من قلوب باكية وأعين دامعة ودماء مراقة. كم توجهت القلوب إلى الله تعالى تستمطر منه الفرج العاجل على المسلمين في بورما وفي الشام وفي مصر وفي المشارق والمغارب. انقضى العام وكل منا رقيب نفسه وشهيد عمله، يعلم ما أضمره فيما بينه وبين ربه. يختتم ذلك العام وهو يتوجه إلى الله تعالى أن يشمل العام المنصرم بكريم عفوه وجميل قبوله. ثم إننا نستقبل عاما جديدا وننوي فيه ما ينويه الصالحون والمقربون في أعمارهم المباركة، فإن للصالحين آمالا وهمما وطموحا وعزمات ونوايا ومقاصد شريفة ومطالب جليلة يعقدون عليها النوايا ويضمون عليها القلوب والطوايا، يضمرون فيما بينهم وبين الله تعالى أن يجعلوا العام الجديد المستهل عام أمل وعمل وعزم ونصرة للحق وصيانة للأوطان وبناء حضارة للمسلمين ونشر أنوار القرآن وأخلاقه وقيمه في المشارق والمغارب. ينوي الصالحون
في أيامهم ولياليهم ودقائق أعمارهم وسنوات حياتهم يعقدون مع الله تعالى عقودا مبرمة ناجزة أنك يا ربنا ويا مولانا يا من أنت هادينا وآخذ بنواصينا يا من تفضلت علينا بالإيجاد والإمداد نعاهدك ونعاقدك وننتوي معك يا مولانا أن نجعل أعمارنا في طاعتك لا نتوانى عن حق نعتقده ولا نماري في باطل ننتقده ننوي معك الهمم العظام في طاعتك أن نجعل أعمارنا في ذكرك وفي أن ننطق بمقتضى ما علمتنا من شرعك وفي أن نجهر بالحق الذي يرضيك وفي أن نترفق بالإنسان وأن نصون الأوطان وأن نعلي الإيمان وأن نتسق مع الأكوان. عام جديد هجري قمري مبارك نستقبله يحتاج منا إلى خلوة مع الله تعالى في هذا السحر القادم في جوف الليل حيث هدأة الليل وسكونه حيث تتصاغر الأكوان وتتلاشى وتخفت الأصوات وتهدأ الخواطر وينبلج من القلوب نورها وتتوجه صعادة إلى مولاها. فيا عباد الله، أول ما أوصيكم به في خطبتي هذه، اجعلوا في ليلتكم المقبلة سويعة هنيئة يخلو فيها الواحد منكم إلى مولاه يحمده على ما وفقه من النعم في العام الماضي ويستغفره على ما وهن فيه العزم وفرط فيه الخاطر وزلت فيه القدم. ثم ينثني العبد منكم يناجي مولاه في أن يجعل العام المقبل عام فتح ونصرة ونور وبركة وهداية وسكينة على مصر وعلى المسلمين في المشارق والمغارب. وعلى ذكر مصر، فإني أذكركم بثلاث آيات من كتاب الله تعالى مباركات إذا جمعها الناظر في كتاب الله في صعيد واحد وقرن بعضها ببعض فإنه ينفلق له نور ساطع من كتاب الله جل شانه وتنجلي به الحكم الإلهية المودعة في القرآن العظيم. تلكم الآيات أن الله تعالى وصف في محكم كتابه ثلاث بقاع بالأمان، جعلها الله تعالى ديار أمان وسكينة ومرحمة لا ملحمة. أما البقعة الأولى التي سبق الوعد الإلهي المعظم أن يجعلها الله تعالى دار أمان مطلق، فهي محلة القدس ومنزلة الفردوس ودار الرضا والأنس، جنات النعيم وديار النعيم المقيم، جنات ربنا سبحانه، حيث وصفها الله تعالى ووصف أهلها بالأمان المطلق المحقق. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. ثم بين لنا ربنا سبحانه
سبب تحقق الأمان المطلق في جنات النعيم، إذ قال سبحانه بعدها: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فبين سبحانه أن سبب استرسال الأمان وعمومه، وأن سبب جريانه في جنات النعيم، أن الله تعالى صان خواطر أهلها عن بذور الشر والحقد والضغن. عصم الله تعالى تلك البواطن من الشحناء ومن الغل والحقد، مما يلفت أنظارنا في الدار الدنيا إلى أنه لا أمان لمجتمع بذرت بذور الحقد والشر والشحناء في قلوب بعض أبنائه، إلى أن الشحناء والبغضاء والحقد والحسد وانعقاد نوايا السوء وإلحاق الضرر بالأوطان والإنسان إذا سرت إلى قلوب فئة من المجتمع فإنه لا أمان فيه. فإن أردتم أن تستمدوا من الجنة قيمة وأن تقيموا لها على الأرض نظيرا وشبيها، فاعملوا على تذويب الأحقاد، ولينتبه أصحاب القلوب إلى نزع الأحقاد من صدورهم. والحاصل أن البقعة الأولى التي جعلها الله تعالى دار أمان مطلق جنة النعيم، وحدث ولا حرج، حدث عن البحر ولا حرج، عن أمان الجنة ونعيمها ورضوانها وعن نعم الله تعالى فيها وعن تكريم وتفخيم أهلها. أما البقعة الثانية التي وصفها الله تعالى بالأمان فهي مكة المكرمة، الحرم الآمن، مثابة قلوب الناس وأمنهم. قال تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ جعل الله تعالى الحرم بقعة أمان، فأمن فيه كل شيء، أمن فيه الإنسان وأمن فيه الحيوان، فلا صيد لحيوان البر، وأمن فيه نبات الحرم فلا يعضد، وأمن فيه اللقطة الملقاة فلا تلتقط إلا لمعرف، أمن الله تعالى فيه الأحجار والجدران والإنسان والأكوان. من دخل الحرم فهو آمن. فالبقعة المباركة المحمية المرعية الآمنة التي تلت جنات النعيم مكة المكرمة. ثم تبقى البقعة الثالثة، مصر المعظمة، الوطن الكريم الغالي القدسي الذي تبتذل في سبيل حفظه وصونه المهج. مصر المكرمة التي أجرى الله تعالى لها حلية الأمان على لسان أنبيائه ورسله، حتى أجرى الله تعالى ميثاق الأمان لمصر على لسان الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله
ابن نبي الله، نسب مسلسل بالنبوة، ناضح بالحكمة، حفه الله تعالى بالصدق، وأجر الله تعالى عليه بدائع الحكم والعلوم. سيدنا يوسف عليه السلام الذي دبر خزائن الأرض ووقى مصر من المجاعة وأصلح حال الممالك والدواوين، ثم ختم ذلك بالحلية الكبرى: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فلله هذا الوطن العظيم الذي جعله الله تعالى ثالث ثلاثة لا رابع لها، جعله الله تعالى قرينا بالجنة وبمكة المكرمة في الأمان والرفعة والتفخيم. إلا أن الله تعالى جعل في القرآن موضعا رابعا وصفه بالأمان، ثم بين أن بعض أهله جنى عليه، فكانت النتيجة أن دارت الدوائر على من أفقد الوطن الأمان. اسمعوا هذا البيان القرآني العجيب في سورة سبأ التي وصف الله تعالى من جنانها وظلالها ما وصف: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، آية عظمى، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم، إلى أن قال الله تعالى: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فماذا كانت النتيجة؟ أن انبعث من أهلها من كدر أمانها، فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم. فتجلى الله تعالى بالغيرة والحفظ والحماية على الديار المصونة، فأذهبهم الله هم، فقال سبحانه: فجعلناهم أحاديثا ومزقناهم كل ممزق، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. لا تنجلي هذه الحكم إلا لصبار شكور يعرف نعم الله تعالى التي أحلها بالأوطان، لينهض بحق هذه النعمة شكرا، وليصبر على من انبعث بالأذى من أهلها صبرا. فيا عباد الله، يا شعب مصر، يا أهل بلد الأمان، يا أهل هذا البلد العظيم، اعرفوا لبلدكم هذا قدره، وانهضوا بحقه، وبصروا من خرج على أهله لعله أن يرتدع أو ينزجر. يا أهل مصر، مصر أمانة معظمة حلاها الله تعالى بأعظم حلية، واستفاض القرآن الكريم بذكرها وبذكر فضائلها، فالله الله في مصر المعظمة. وأرجع إلى ما بدأت به من التذكير بخواتيم العام الهجري واستفتاح عام هجري جديد، نضرع فيه إلى الله تعالى أن يتجلى بكامل الأمان والرعاية والحفظ والسكينة والتولي لمصر الطيبة ولديار المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وادعوا ربكم.
الحمد لله رب العالمين، نحمدك اللهم بالمحامد اللائقة بعظمة ربوبيتك وكمال ألوهيتك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وإمامنا وقرة أعيننا وتاج رؤوسنا وبهجة قلوبنا سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فإني أتوجه إلى الله تعالى بالدعاء في هذه الساعة المباركة من يوم الجمعة الأغر، خير يوم طلعت فيه الشمس، فيه ساعة إجابة لا يوافقها عبد قائم يصلي ويدعو الله تعالى إلا استجاب له. فاللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا من القرآن ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعل القرآن حجة لنا يا رب العالمين. اللهم ثبت القرآن في قلوبنا تثبيتا، ومكنه في أفئدتنا تمكينا، وأجريه على ألسنتنا من حفظنا طريا غضا كما أنزل. اللهم أكرمنا بكرامة القرآن، وشرفنا بشرف القرآن، وارفعنا برفعة القرآن، ونور ألبابنا وأبصارنا وبصائرنا وبواطننا وظواهرنا بنور القرآن، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم أمننا في أوطاننا، واحفظنا في بلداننا، وأنزل الأمان والسكينة على مصر وديار المسلمين في المشارق والمغارب. اللهم اصرف الفتن عن المسلمين، واحفظ المسلمين من شر كل فتنة يا رب العالمين. اللهم إنا نتوجه إليك في مصر وأهلها، اللهم أنزل السكينة عليها، واجمع من شمل أهلها ما تفرق، وافتح لهم بركات من السماء والأرض. اللهم جمل أخلاقهم، ووسع أرزاقهم، واشملهم بعافيتك ولطفك. اللهم أبدل مصر وأهلها من بعد خوفهم بأمن، ومن بعد عسرهم بيسر، ومن بعد ضيقهم بسعة، ومن بعد كربهم بفرج، ومن بعد حيرتهم بحكمة، ومن بعد شتاتهم بعصمة، واجعل عاقبة أمرهم رشدا، وأنزل اللطف والسكينة على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اجعلنا من أرحم الأمة بالأمة، ومن أنفع الأمة للأمة، ومن أبرك الأمة على الأمة، ومن أهدى الأمة للأمة، واكشف وادفع عنا وعنهم الظلمة والنقمة، وعجل لنا ولهم بالخير والرحمة. اللهم اجعلنا من عبادك الذين إذا ما نظرت إليهم سكن غضبك في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من عبادك الذين إذا ما نظرت إليهم سكن غضبك في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من عبادك الذين إذا ما نظرت إليهم سكن غضبك في الدنيا والآخرة. اللهم اضرب علينا سرادقات حفظك، وألقي علينا أنوار حمايتك وأسرار حياطتك، وزج بنا في أنوار وأسرار قولك والله يعصمك من الناس، واخلع علينا خلعة قولك وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. اللهم بلغ بنا دينك، وعلمنا مرادك من كتابك، وارزقنا الأدب معك، وافتح لنا فتوح العارفين بك، وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، وأقمنا في مقام الوراثة المحمدية الكاملة مع كمال اللطف والعافية. اللهم فرج عن المسلمين، والطف بالمسلمين، وأغث المسلمين، وأنزل الفرج العاجل على المسلمين. اللهم إنا نضرع إليك في كشف ما نزل بهم من ضر وبلاء وشحناء وبغضاء. اللهم أنزل عليهم السكينة والبصيرة. اللهم اجعل عاقبة أمرهم في المشارق والمغارب رشدا. ونسألك اللهم أن تفعل مثل ذلك بآبائنا وأمهاتنا وأرحامنا وأقاربنا وذرياتنا ومشايخنا ومن أوصانا ومن له حق علينا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.